الفضائية بمدينة وجدة وبتنسيق مع نظيرتها بالدار البيضاء من حجز 18,750 وحدة من الشهب والمفرقعات النارية التي يشتبه في حيازتها وترويجها بغرض استغلالها في أعمال الشغب المرتبطة بالرياضة. وقد أسفرت أبحاث الشرطة عن توقيف أحد المنتمين لفصيل مشجعي فريق لكرة القدم بمدينة وجدة للاشتباه في حيازته كميات كبيرة من الشهب والمفرقعات النارية التي كانت موجهة للاستخدام في إحدى المقابلات القادمة للبطولة الاحترافية. وقد مكنت عملية تفتيش بمنزل عائلة المعني بالأمر وكذا في شقة أخرى يستغلها نفس الشخص في وجدة عن حجز 6,750 وحدة من المختلف الشهب والمفرقعات النارية المتحصل عليها عن طريق أولا ما نعطيكم الخبر. احنا ماشي مراقية، احنا عيل ترى السموه.
جوار يا نضاد يا داد يا الأفضل بالماريس جامي نمسى ونصانع وتاريخ يا نضاد يا داد يا الأفضل بالماريس جامي نمسى ونصانع وتاريخ أكبر دليل قال جوار يلي قتلوا حرب وعلي قولار بالعيد وطالب شلال الله يرحمه بالخيمة داني عصبان ومرفوع يا قلاد يا تاد يا الأفضل بالماريس جامي ننسى ونصانع وبجاري يا قلاد يا تاد يا الأفضل بالماريس جامي